كان الضيف الله يرحمه بقى توفى في الفترة أظن دي. أظن وفاة الضيف أثرت فيك جدا. جدا جدا، لأن إحنا كان ليلتها راجعين من الأردن، كانوا بيعملوا فيلم هناك، وأنا كان بيعملوا مسرحية أنا مش معهم فيها، لكن لما عرفت إنه جه رحت له قابلته بالليل وخدنا بعض وحدان، وقال لي تعالى اسهر معانا، قلت له لا أنت لسه جاي النهاردة نتقابل بكرة، ما طلعش عليه بكرة توفى. انتهت الثلاثي بوفاة الضيف ولا لا في تقديرك انت؟ لا انا عارف انه استمر بس لا لا معنويا. لا هو الضيف كان في الفترة دي هو الدينامو، هو المخ. جورج كان هو الإداري، كان مهتم قوي بالناحية الإدارية. سمير كان مهتم بسمير. ما يعني ده التوصيف الأولاني. لما مات الضيف جورج الحقيقة تولى المسألة تماما يعني، وابتدوا يجيبوا المخرجين، ومن حسن حظنا ان احنا عملنا مسرحيتين ثلاثة نجحوا قوي يعني، عملوا موسيقى في الحي الشرقي انا ما كنتش فيها لكن نجحت جدا، عملنا بعد كده مسرحية اسمها فندق الأشغال الشقة. فندق الأشغال الشقة دي أول مسرحية في تاريخ التمثيل تقعد سنة ونص، سنة ونص ده كان أهميها رقم مهول، نجحت قوي، وأنا ابتديت أتعرف بقى من الفترة دي. الفترة دي